ما هو الـ IoT؟ الـ IoT هو اختصار لعبارة Internet of Things ومعناه إنترنت الأشياء. ما هو إنترنت الأشياء؟ باختصار، إنترنت الأشياء أو Internet of Things هو مفهوم متطور لشبكة الإنترنت، بحيث تمتلك كل الأشياء في حياتنا قابلية الاتصال بالإنترنت أو ببعضها البعض لإرسال واستقبال البيانات لأداء وظائف محددة من خلال الشبكة. مثال على ذلك، كل الأشياء عبر شبكة الإنترنت يصبح لديها IP خاص بها، يجعلها تتمكن من التعرف على الشبكة. كما تلاحظون، هذا المبنى لدي IP يستطيع التواصل من خلاله مع كافة أجزاء الشبكة ومكوناتها. كل شيء يصبح لديه قابلية التواصل داخل الشبكة.